أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز، تاريخ 13/9/2019، الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الفضة. من الناحية الإخبارية لدينا على الرزنامة الاقتصادية اليوم ثلاث أخبار في الفترة الأمريكية. الأول هو مبيعات التجزئة الأساسية، ومتوقع أن تكون عند 1% مقابل 1% في الرقم السابق. والخبر الثاني هو مبيعات التجزئة، والمتوقع صدوره عند 2% مقابل 7% في الرقم السابق. ولدينا أيضا ثقة المستهلك الأولية الصادرة من جامعة ميشيغان. أما من الناحية السياسية، بعد التصريحات الأخيرة من الطرفين الأمريكي والصيني التي عكست الطمأنينة على الأسواق ورفع شهية المخاطرة، أدت إلى العزوف عن الملاذات الآمنة، لذلك شهدنا بعض التذبذبات في حركة الفضة. أما من الناحية التقنية، نلاحظ أن أسعار الفضة خلال تداولات اليوم لا تزال تتداول بشكل إيجابي، خصوصا أنها تتداول فوق المستوى 18 تقريبا. هذا ما يرجح وصول الأسعار إلى مستويات 18-30، وكسر مستوى 18-35 قد يدفع الأسعار لمزيد من الصعود إلى مستويات 18-50. كسر مستوى 18 هو ما يغير هذه النظرة الإيجابية إلى سلبية للوصول بالأسعار إلى مستويات 17-85، وكسر مستوى 17-77 قد يدفع الأسعار بالوصول إلى مستويات 17-60. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.